النجف معي حسام الكعبي. قبل أن أنتقل إلى حسام، شكرا لكم جميعا من بغداد، أحمد مؤيد البصرة، سعد قصي وذيقار أحمد السعيدي، وأربيل مشرق المنصور. حسام مرحبا بك، كيف الوضع الآن في النجف بعد ساعات من إغلاق الصناديق وانتظار النتائج؟ نعم يا علي، يعني الآن نحن في القاعة التي خصصتها المفوضية للإعلان عن نتائج انتخابات 2021، وهي النتائج الخاصة بتصويت العام والخاص. يعني في بادئ الأمر كان من المفترض أن تعلن النتائج حوالي 1:30 ظهرا، لكن تأجلت في وقت لاحق إلى نصف ساعة، والآن أيضا تأجلت ربما أكثر من 15 دقيقة. لذلك نعتقد أن السيد مقتدى الصدر قام ب يعني كتابة تغريدة قبل 20 دقيقة من الآن، لأن يعني من المفترض أن تعلن المفوضية عن النتائج بحسب التوقيتات الزمنية التي وضعتها مسبقا. هو أشاد بعمل حسام أعتذر منك، يبدو أن مؤتمر نتائج الانتخابات قد بدأ. مشاهدينا دعونا ننتقل مباشرة إلى بغداد وإلى مفوضية الانتخابات لإعلان نتائج الانتخابات التي جرت يوم أمس. وحتى إلى هنا هذه اللحظة، وبما أننا أعلننا قبل ساعات عن نسبة التصويت الأولية في انتخابات 10 تشرين الأول، ونستعد الآن على عرض النتائج. نتائج التصويت الخاص والعام في هذه الدقيقة التي أقوم بتلاوة الخبر عليكم. نقول إن هذا الأداء من مفوضية الانتخابات جرى تتويجه بسرعة وصول عصي الذاكرة واسترجاع مواد وأجهزة العملية الانتخابية إلى مخازن المفوضية، فضلا عن وصول البيانات عبر الوسط الناقل من خلال القمر الصناعي إلى مركز تبويب النتائج. وما هذه السرعة في وصول مواد وأجهزة الانتخابات إلا نتيجة للدور الكبير للجنة الأمنية العليا للانتخابات، التي استعدت منذ شهور طويلة وقامت بواجبها على أتم وجه. وهذا نجاح يحسب لمؤسسات الدولة حينما تتعاون وتخطط بشكل صحيح. عسى أن تكون هذه الانتخابات فاتحة خير لبناء بلدنا وعبور الصعاب التي مر بها شعبنا. أخوتي الكرام، المفوضية في هذه اللحظة قامت بعرض النتائج للمحافظات التي تسمعونها: محافظة ديالى، ومحافظة القادسية، ومحافظة المثنى، ومحافظة ميسان، ومحافظة واسط، ومحافظة دهوك، ومحافظة صلاح الدين، ومحافظة كربلاء، ومحافظة النجف، ومحافظة أربيل. وهذه الآن موجودة في الأماكن التي حددتها المفوضية وفي القاعات التي أعلنت عنها، والآن يتم متابعة ذلك عبر شاشات عرضها، أيضا متوفرة في الموقع الإلكتروني للمفوضية، وبإمكانكم متابعة النتائج لهذه المحافظات، وهي نتائج أولية تعتمد على ما وصل إلى المفوضية من بيانات عبر الوسط الناقل والعصا الذاكرة. أخوتي الكرام، كما تعلمون المفوضية الآن قطعت الإرسال، والصناديق التي حصل بها بعض المشاكل القليلة ستقوم بنقلها صباح يوم غد إلى المكتب الوطني. شكرا جزيلا سادتي الكرام. إذن مشاهدينا، كان هذا المؤتمر الصحفي السريع لرئيس مجلس المفوضين. يبدو أن نتائج التصويت العام الأولية طبعا ستصدر في ديالى والقادسية والمثنى وميسان وواسط، بسبب وجود بعض صناديق التي ربما فيها مشاكل وسيتم إيصالها مرة أخرى إلى المفوضية وإعادة فرزها.
حسام، هل لا زلت معي حسام؟ نعم يا علي أسمعك. نعم حسام، ماذا لديك الآن؟ هل النجف من ضمن المحافظات التي ستعلن النتائج الآن؟ أنت متواجد نعم يعني في القاعة صح؟ بحسب المفوضية نعم. والآن المؤتمر الذي عقد في بغداد أعلنت على أن النجف ضمن المحافظات التي ستعلن عن نتائج انتخابات 2021، وهي نتائج أولية. كان يعني الذي ينتظر هنا نتائج المفوضية يطلب أن تكون نتائج نهائية. هذه النتائج يعني التي تعود عليها الجمهور النجفي والعراقي بصورة عامة في كل انتخاب تظهر في بادئ الأمر نتائج أولية، لذلك كانت هنالك ضغوط من قبل جماهير المرشحين والناخبين أن تكون النتائج بشكل نهائي. تحدثت قبل قليل يعني قبل إعلان المفوضية في مؤتمرها عن ظهور النتائج أن السيد الصدر قام ب يعني كتابة تغريدة طالب فيها المفوضية بإعلان النتائج بأسرع وقت مما يؤدي إلى يعني دعم المفوضية وأن لا يشك المواطن بنتائج الانتخابات. لذلك أنا أعتقد أن النجف وجمهورها يترقب النتائج يعني حذر، خصوصا وأن الدائرة يعني أيضا حسام من ضمن ما جاء في التغريدة بأن السيد الصدر سيتقبل النتائج برحابة صدر. كيف يرى شارع النجف في هذه التغريدة؟ يعني صراحة تحدثنا مع يعني جماهير التيار الصدري والجماهير المستقلة وجماهير الأحزاب المنبثقة من تشرين، الجميع وحتى باقي الأحزاب الأخرى، الجميع ينتظر نتائج الانتخابات، والأغلب يعني يحاول أن يقول أن هذه النتائج هي نتائج حقيقية وتعتمد على مشاركة الجمهور. وبالفعل يعني قال السيد الصدر في تغريدته أنه يعني سيستقبل نتائج الانتخابات برحاب الصدر، وإذا ما شك في نتائج الانتخابات فهم سيتوجهون إلى طرق يعني طرق القانون ولا يستخدم أي طريقة غير طرق يعني الشرعية. لذلك الشرعية، وهنا أقصد القانون. لذلك أنا أعتقد أن كل الجماهير حتى جماهير خارج التيار الصدري هي تترقب هذه الانتخابات وتريد إعلان شفاف وواضح وصريح من قبل المفوضية حتى حسام يعني لا تقوم إذا تسمح لي حسام، ماذا عن حظوظ الحركات الجديدة أو المستقلين في هذه الانتخابات في النجف؟ يعني يا علي صراحة منذ إغلاق صناديق الاقتراع مساء يوم أمس إلى هذه اللحظة نتابع نتائج المدارس، يعني أغلب المدارس ربما أصبحت نتائجها واضحة لدينا ولدى المراقبين، مراقبي الكتل ومراقبي منظمات المجتمع المدني. هنالك تنافس شديد بين المرشحين المستقلين وبين يعني أسماء مهمة في الدائرة الأولى وحتى الدائرة الثانية والثالثة. التنافس شديد جدا بين مدرسة وأخرى، يعني هنالك مراكز اقتراع كاملة تجد أن مرشح يعني لم نتوقع إطلاقا أن يحصل على صوت أو صوتين، بالمقابل هنالك مرشحين مستقلين أيضا من أحزاب انبثقت من تشرين يحصلون في المراكز هذه على 200 و250 صوت، وهذا دليل على أن يعني الناخب العراقي بدأ ينتخب يعني المستقلين والأحزاب المنبثقة من رحم الاحتجاج، بدأ يريد تغيير الوجوه بالفعل، ليس مثل ما شاهدناه في عام 2014. انتخابات 2014 وانتخابات 2018 كانت هنالك دعوات لانتخابات أو لانتخاب وجوه غير مجربة، لكن في 21 بالفعل هنالك وجوه جديدة نافست الأحزاب التقليدية والشخصيات التي لم تتوقع يعني الجهات المراقبة لعملية الانتخابات أن تكون في هذا المأزق. المستقلون يعني المدنيون في هذه الانتخابات الذين شاركوا في الانتخابات صراحة وضعوا أسماء كما قلت قبل قليل، أسماء مهمة لديها نفوذ ولديها سلطة ولديها المال، لكن استطاعت هذه الأحزاب من خلال يعني تثقيف الناس على انتخاب الوجوه الجديدة بإقناع الناس
والناخب إلى انتخاب بالفعل المستقلين والوجوه الجديدة. حسام، كيف رأت الأحزاب أو الحركات الجديدة أو المراقبين سير العملية الانتخابية في النجف؟ يعني هل سجلت هناك خروقات أو شكاوى أو طعن بهذه العملية أم لا يوجد حتى الآن؟ يعني صراحة يا علي، لغاية الساعة الواحدة ظهرا كانت هنالك بعض الشكاوى من قبل يعني المرشحين ومن قبل المراقبين ومن قبل حتى منظمات المجتمع المدني، وحتى الناخب يشتكي من عطل بعض يعني المحطات، أجهزة بعض المحطات، إضافة إلى تواجد عدد من أنصار يعني الأحزاب التقليدية أمام مراكز الاقتراع. لكن سرعان ما تم يعني تلافي كل هذه المشاكل، خصوصا يعني استغلال المراكز الاقتراع من أجل نشر الدعاية الانتخابية، قامت قيادة الشرطة والأجهزة الأمنية المسؤولة عن يعني تنفيذ الخطة الانتخابية بإبعاد هؤلاء واعتقال من يريد استغلال الانتخابات. إضافة إلى أن كانت هنالك مواقف بعد الواحدة ظهرا من قبل القيادات السياسية، ربما أغلب القيادات السياسية هنا في النجف إذا كانت من الأحزاب التقليدية أو من الأحزاب المنبثقة من تشرين أو حتى المستقلين، أصدروا بيانات واضحة قالوا فيها أن أي عملية تخريب أو استغلال للعملية الديمقراطية لا تمثلنا، مما اضطر هؤلاء إلى مغادرة مراكز الاقتراع أو تصدي القوات الأمنية لهم. بعد الواحدة ظهرا لم تكن هنالك مشاكل بالمستوى الذي شاهدناه قبل الواحدة ظهرا، نتيجة كما ذكرت قبل قليل أن الأجهزة الأمنية ومكتب المفوضية قاموا بعملهم. أيضا لم نسمع من جهة ما أن هنالك تشكيكات في عمل المفوضية أو في نتائج الانتخابات أو في نسب المشاركة إلا بعد إغلاق الصناديق. يبدو أن الأحزاب التقليدية عندما شعرت أنها فقدت يعني ثقة الجماهير بدأت تستخدم أسلوب التشكيك بنتائج الانتخابات في يعني بحسب وجهة المراقبين يريدون أن يغطوا على النتائج التي حدثت يوم أمس والمفاجأة التي حققها الجمهور النجفي لهم هنا في انتخابات 21. نعم حسام، رئيس مجلس المفوضين قال أن نتائج التصويت العام أرسلت إلى المحافظات، لكن حتى الآن يبدو أن الشاشة خلفك فارغة، لم تبين المفوضية السبب؟ نعم بالفعل يا علي، يعني أنا أنتظر وأيضا الذين حضروا في هذه القاعة من ممثلي الكتل وممثلي الأحزاب وممثلي يعني منظمات المجتمع المدني ينتظرون ظهور النتائج عبر هذه الشاشة التي تظهر خلفي. لا أعرف، يعني المفوضية في بغداد قالت إنها أرسلت الروابط إلى النجف، ربما هم يستعدون يعني وهنالك مشكلة ربما فنية يريدون يعني تغطية هذا الموضوع بدون وقوع مشاكل فنية. ننتظر الآن ظهور النتائج ومؤكدا أننا سنعلن عنها لحظة ظهورها هنا في القاعة المخصصة لإعلان النتائج.